صفات الشخص المستفز. يا عيني على الشخص المستفز، شو انه عنده صفات بداخل العقل. اسمعوهم: معظم أفكاره سلبية، يحاول إحباط الآخرين، يشتكي من كل شيء، يفتقد الإحساس بالأمان، يرى أنه دائماً على حق، يحب مقاطعة الآخرين، لا يتعاطف مع أحد، يحب إثارة الجدل، كسول في تحسين حياته ويتأخر في مواعيده، لا يظهر مشاعره الحقيقية، يتعمد الفشل كانتقام، لا يثق في نفسه. الشخص المستفز هو شخص خالف تعرف بس. يعني إذا أنت كنت عم تحكي إشي صح، وأنا كمان بدي أفرجيك إنه هذا الإشي اللي أنت عم تحكيه مش صح، المهم إني أنا أغلط بالإشي اللي أنت عم تحكيه أو بالإشي اللي أنت عم تعمله أو بوات إيفر شو ما كان، المهم إني أخالفك حتى أستفزك. وكمان إنه أنا بيكون في عندي جمود بالأشياء، يعني ما بخليك تحصل على الشيء اللي أنت متوقعه، ما بعطيك حقك في مكان العواطف، في مكان المشاعر، ما بعطيك ردة الفعل المناسبة للمكان أو للموقف اللي عم بصير، بكون دائماً عم بصرف معك على نحو غير متوقع وبكل ابتسامة وبرود. يعني الله يكون اللي بعونه اللي في حياته في شخص مستفز.